السلام عليكم. إن اليهود على ما ألف المسلمون من حروبهم لا يعتمدون على تسيير الجيوش في الفضاء الرحب، تصيب ويصاب منها. إنهم يكرهون اللقاء في تلك الميادين المكشوفة، وديدنهم الذي لا ينفكون عنه هو الكفاح من وراء الجدران. الأرض لله يورثها من يشاء، وهو لا ينتزعها من قوم ويعطيها آخرين محاباة. كلا، إن الحياة كر وفر وإقبال وإدبار، والنظرة العجلى إلى تاريخ البشر توحي بأن مكان الصدارة لم يثبت لأمة من الأمم إلا ريثما تتهيأ أمة أخرى لانتزاعه. لقد ملك بنو إسرائيل وعزوا بقدر حكيم، ثم سلبوا الملك والعزة بقدر كذلك لترثهما دولة الإسلام الفتية الناهضة. وتم هذا التحول لخير البشر قاطبة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فتح خيبر وعودة مهاجري الحبشة هو ما سنتحدث عنه في حلقتنا اليوم، صحبة عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي الصلابي. دكتور، السلام عليكم. عليك السلام. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله، بارك الله فيك. دكتور، يعني عرض الصلح من قبل اليهود على أن يجلوا من أرض خيبر، ولهم ما حملت ركابهم، وللمسلمين أيضا سائر ما بقي من ذلك. قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصلح، كيف لنا أن نسقطه اليوم على واقعنا؟ هذه المعاهدة كيف لها أن تنعكس اليوم، يعني أو أن نقتدي بها في عقد الاتفاقيات والمصالحات؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والطف بنا بما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. أما بعد، أهلا وسهلا بك أخ محمد، الإخوة المشاهدين الكرام. هم طبعا لما سقطت الحصون، حصن الناعم والصعب وقلعة الزبير والوطيح والسلالم، كل الحصون بفضل الله، ثم قيادة سيدنا علي في ناعم والحباب بن المنذر وكبار الصحابة رضو الله عليهم، وكان الشهداء حوالي 20 من المسلمين، والقتلى من اليهود 93 العدد. ويذكر لنا القصص العجيبة في موضوع الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. موضوع الأعرابي آمن، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إيمانه واتباع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لنا نبي نهاجر معك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب معاه في خيبر. ولما أراد أن يعطيه شيء من قسمة الغنائم التي تحصل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ قال هذه قسمة قسمها لك رسول الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له بايعتك على أن أضرب بسام ها هنا فأدخل الجنة. فقال له أن تصدق الله يصدقك. فبالفعل هذا دخل في إحدى المواجهات واستشهد وأوتي به للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كفنه في جبته عليه الصلاة والسلام، وثم قدمه وصلى عليه وقال اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. هذه من الأشياء التي حدثت في خيبر. فلم تم فتح كل الحصون، ما كانش أمام اليهود إلا الصلح. فطبعا هي فتحت عنوة، لكن طلبوا الصلح، فالرسول صلى الله عليه وسلم استمع إليهم. فقالوا في الأول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد إجلاءهم، لكن هم قالوا نحن أهل الأرض أعلم بالأرض منكم، ويكون في مضاربة، يعني اللي تنتجه الأرض نصف الكم ونصف لنا نحن لليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك بشرط أن متى نريد إجلاءكم وإخراجكم فلنا ذلك. فتم هذا الاتفاق، ما يعرف في الفقه الإسلامي بالمزارعة، أو بين صاحب الأرض وبين المالك الأصلي، لأن أصبحت ملك للمسلمين، لأن الغنائم في خيبر كانت سبي وكانت أراضي، وكانت 100 سهم، قسم هذا كل سهم إلى حوالي 36، يعني كلها كانت 3700 سهم. ف1800 أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، حوائج المسلمين، ولا حوائجه هو الخاصة، والباقي قسمها على بقية الصحابة رضو الله عليهم، فأصبح لهم نخيل ولهم أراضي. وقالوا ما حتى عبد الله بن عمر ما شبعنا إلا بعد فتح خيبر، لأن خيبر كانت أرض خير، وكان من أغنى الأماكن في الحجاز، في الجزيرة
العربية ويضرب بها المثل في قوتها الاقتصادية أصلا في وقتها، خصوصا في النخل والتمور والأشياء هذه يعني، وفي الزراعة. فتم الصلح على هذا الأساس، وفي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أجلاهم سيدنا عمر، لأنهم هم نقضوا وخانوا ودخلوا في المكايد، هم قتلوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سهل، وفي عهد سيدنا عمر حاولوا قتل سيدنا عبد الله بن عمر لما جاء إلى خيبر يتفقد في أراضيه في هذه الأشياء، فأجلاهم سيدنا عمر بن الخطاب. الغدر جبلة فيه. طبعا هذا صفة اليهود ذكر الله في القرآن حتى يبتعدوا عنها الناس، لكن اللي فيه غدر معناه فيه صفة من صفات اليهود. اللي فيه جبن معناه فيه صفة من صفات اليهود. اللي فيه بخل معناه فيه صفة من صفات اليهود. ولكن هم اجتمعت فيهم هذه الصفات. ذكرها الله في القرآن الكريم باش الناس تبتعد عن هذه الصفات السيئة. هي لكل اليهود حتى يهود اليوم؟ أي باقي هذه، لكن في كثير من الناس فيه من صفات اليهود، هم ليسوا بيهود، متأثرين بهذه الأخلاق. يعني لماذا ذكرت في القرآن؟ ذكرت في القرآن الشخصية اليهودية اللي هي فيها الغدر وفيها الخيانة وفيها الحسد وفيها هذه الأشياء، فيها نقض العهود، وفي حتى الناس تبتعد عنها. بأي واحد ما هوش يهودي لكن في هذه الأخلاق وهذه الصفات، يعني هي صفات سيئة ذكر الله سبحانه وتعالى من خلال سيرة بني إسرائيل. طبعا كان الوقع أيضا ثروة الذهب والفضة اللي كانت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب هو قتل في بني قريظة، لأنهم بني قريظة اشترطوا عليه أن يكون معهم في الحصون، وبالفعل قتل. لكن لما خرج من بني النظير مع بني النظير كان مشهور، رجل ثري جدا، معه ذهب ومعه فضة. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سعي عم حيي، قال له أين الذهب وأموال حيي بن أخطب؟ فقال يا أهلكتها الحروب والنفقات. فقال لكن هو المال أكثر من ذلك. فأعطاه للزبير يحقق معه، فمس بشيء من العذاب. فقال في الخربة الفلانية كان يتجول فيها حيي بن أخطب، بالفعل وجدوا الكنز من ذهب والفضة لحيي بن أخطب في هذه الغزوة. وكانت غنائم كثيرة وهائلة، وقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وفق الأحكام الشرعية. وكان وصل في تلك اللحظات في فتح خيبر جعفر بن أبي طالب. نعم، هنا قبل ذلك دكتور، يعني في سؤال مهم، هو تظاهر الوثنية أو تحالف الوثنية واليهودية أيضا ضد الإسلام، يعني وثنية، ناس لا يؤمنون بالله، يعني ناس لا ينكرون أصلا وجود الله سبحانه وتعالى والأنبياء وكل هذا، واليهودية التي تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ونبي الله موسى وأنه لا نبي بعد موسى. هذا التحالف لمصلحة من وقع؟ هو طبعا ضد التحالف، ضد الإسلام، ضد التوحيد الذي جاء به الإسلام، ضد النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبوة، وضد تعاليم القرآن الكريم. نعم. يعني وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فبالتالي طبيعي كما قلنا احنا في الحلقة السابقة، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الذي حدث في الأحزاب، يعني إن أهل الكفر بالله سبحانه وتعالى وأهل الكفر بالرسالة وبالقرآن الكريم وبتعاليم الإسلام أصبحوا في خندق واحد، لأنهم رأوا أن خطر عليهم جميعا. هم لهم رؤيتهم الخاصة بهم في القضايا الدينية والاجتماعية والسياسية، فأصبحت تضطرب وأصبحت تتزعزع وأصبحت تلتقط في أنفاسها الأخيرة في الجزيرة العربية. فتحالفوا من أجل البقاء على مصالحهم الاجتماعية والسياسية والدينية، لأن اليهود قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا العرب يعتبرونهم من أهل الكتاب، وبالتالي كانوا مؤثرين في آرائهم الدينية بطريقة أو بأخرى، فاستفادوا من هذا من الهيمنة أو النفوذ الروحي لصالح قضاياهم الاقتصادية والسياسية. وكذلك أهل مكة، يعني أهل مكة بحكم مكة وبحكم الأصنام وبحسم العرب كلهم يأتون إليها، فكان في فائدة عظيمة. فمجيء دعوة الإسلام العظيمة ومجيء الرسول صلى الله عليه وسلم
وتعاليم القرآن الكريم تقضي على النفوذ القرشي الجاهلي الكفري وعلى نفوذ اليهود من بني قريظة أو بني النضير أو بني أو أهل خيبر. فكان طبيعي هذا الصراع بين الحق وبين الباطل والتجمع في خندق واحد ضد قوى الخير، قوى الشر خندقت ضد قوى الخير، وهذا على مر العصور والأزمان والتاريخ يحدث هذا حتى إلى يومنا هذا وإلى غدنا وإلى الأجيال القادمة. هذه من سنن الله في الصراع، سنة كونية. سنة كونية في الصراع. قوله صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري بأيهما أفرح، يعني بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. ما المكانة التي حازها جعفر بن أبي طالب حتى يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الحب؟ أولا، جعفر رضي الله عنه وأرضاه ممن أسلموا مبكرا جدا، وكان شاب وكان خطيب وكان ذكي وكان عاقل، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الشكل، في الصورة الشكل. وأيضا أشبهت خلقي وخلقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب في الهجرة الأولى، كان هو المقدم في الحديث وبيان دعوة الإسلام، ووصفها للنجاشي وصفا دل على فصاحة وعلى بلاغة على قوة إيمان، وبيّن حقيقة هذا الدين وكيف إن كنا قال نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار. وإلى أن جاء هذا النبي على الرسول صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الصدق وإلى الأمانة وإلى العفة، وكيف إن قومنا خرجوا علينا وأرادوا إيذاءنا، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. وحاول المشركون في الحبشة التأثير على النجاشي، لكن النجاشي استطاع أن يقتنع بالآراء وبحجج وفصاحة وصدق سيدنا جعفر. حتى لما قالوا المشركين للنجاشي: أسألوا على سيدنا عيسى عليه السلام، فبين لهم سيدنا جعفر المنظور القرآني في كون عبد الله وكان رسوله وكون يعني ولد بدون أب، وتأثر النجاشي بأخلاق وصفات سيدنا جعفر. بالرغم من أن الرجل الذي كان يقابله أو يناظره هو عمرو بن العاص، أي في تلك المرحلة، هو كان من أكثر الناس دهاء ومكرا في العالم، لكن انتصر الصدق والإخلاص والفصاحة والتبنيه للدعوة. فجعفر كان يعتبر من سفراء النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونجح واستطاع أن يتحصل على موطن قدم لصالح الإسلام والمسلمين، وأثر في النجاشي. يعني النجاشي تأثر بدعوة الإسلام بسبب جعفر، وأسلم النجاشي وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد صلاة الغائب، وأرسل عمرو بن أمية الضمري فدعاه إلى الإسلام، فكان أسلم النجاشي بسبب بفضل الله ثم بسبب جعفر. وبعدين عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي فيما بعد، ويقول أن النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو تابعي، إن أسلم على يد صحابي. ويقولوا من اللطائف في أن إسلام صحابي على يد تابعي، اللي هو عمرو بن العاص على يد النجاشي، لأنه كان صديقه. فنصحه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نبي بالحق، وأن الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام هو الذي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتأثر عمرو بن العاص بكلام النجاشي. هنا يتضح يعني صدق الدعوة أو الإيمان لا يكفي وحده في تقديم هذا الدين للناس، وأيضا الذب عليه والدفاع عنه. لابد من أن يتميز هذا الشخص الداعية أو الواعظ بعدة صفات، منها حسن التأتي، منها اللين في الخطاب، منها فصحة اللسان، قوة الحجة والبرهان. أو لا شك الدكتور اللواء محمود شيد خطاب، هذا أحد العلماء في التاريخ الإسلامي خصوصا في التاريخ العسكري. فذكر صفات السفراء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وبين انهم ايمانهم بالاسلام وبالدعوه وتحقيق الله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. وذكر مجموعه من الصفات فيما يتعلق بالسفراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر البلاغة، ذكر الفصاحة، ذكر العلم، ذكر الذكاء، سعة الصدر، الحيلة، القدرة على الحيلة أيضا. فذكر صفات متعددة في سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الكتب المتخصصة في هذا الموضوع.
للواء الشيط محمود شيط خطاب عراقي هو رحمة الله عليه. طبعا جعفر رضي الله عنه بقى في الحبشة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، في كثير من اللي كانوا في الحبشة رجعوا بعد الهجرة، لكن الرسول أمره بالبقاء. لكن بعد صلح الحديبية أرسل عمرو بن أمية الضمري للإتيان به، الإتيان بأهل الحبشة، لأن خلاص أصبحت تمكن الإسلام وتمكنت. ففي الطريق كان أبو موسى الأشعري سمعوا أخوه أبو رهم وأبو بردة الأشعري كانوا من أهل اليمن، وحوالي 52 قال أبو موسى الأشعري من قبيلته ومن أهله من اليمنيين أرادوا الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمواج والرياح ألقت بهم عند النجاشي، فالتقوا مع جعفر هناك وجاءوا مع بعضهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وقسم لهم من الغنائم التي في خيبر، غنائم خيبر نعم. من غنائم خيبر رضي الله عنه وضع. طبعا كانت أسماء بنت عميس من ضمن المهاجرات إلى الحبشة، فكان دخل كانت دخلت في زيارة اجتماعية للسيدة حفصة بنت سيدنا عمر أم المؤمنين رضي الله عنها، فكان قدرا جاي سيدنا عمر ودخل على بنت حفصة فقال لها من هذه؟ قال أسماء بنت عميس، فقال البحرية الحبشية يعني اللي كانت في الحبشة اللي جاءت عن طريق البحر بالسفينة، ويبدو أن سيدنا عمر يمزحها ويتحدث معها وبين لها أن نحن يعني أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من بحكم أن الهجرة اللي هجرناها. فهي زعلت وقالت لا أكل الطعام ولا أشرب الشراب حتى آتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن ما بقينا في أرض البعداء والبغضاء إلا في الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أكل ولا أشرب ولا أزيغ ولا أزيد حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هو قالها سبقناكم بالهجرة ونحن أحق برسول الله منكم. فذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد، فحدث وذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث بينها وبين عمر رضي الله عنه من حديث، فقال والله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، ليس هؤلاء الصحابة بأحق ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. نعم. ففرحوا بها أهل السفينة وبدوا يأتوا أرسالا متتابعة حتى يسمعوا هذا الحديث من السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنه وضاه، وكان هذا الشرف وهذا الوساب أحب إليهم من الدنيا وما فيها، فكان حتى يتأكدوا بأنفسهم أنهم سمعوا ذلك من الراوية اللي هي أسماء بنت عميس وهي الصحابية جليلة رضي الله عنها وأرضاه. فهذا الحديث أو هذا الوسام كان مفخرة لأهل تطبيب نوع من تطبيب النفوس، وبشرى أنهم هم أهل هجرة، أهل الهجرتان أو الهجرة هجرتين بين الرسول صلى الله عليه وسلم، له ولأصحابه هجرة ولكم أنتم هجرتان، هذا كلام النبي عليه كان يأخذ عليه السلام بخواطر الناس وشوف أصبح وسام من الأوسمة طيب العظيمة لأهل في, 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 في نفس السياق، يعني سياق المعنى نقصد هنا وليس القصة، يعني بنت نبي الله هارون وزوجة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عمها كليم الله وهو موسى، كانت إذا نوت تركب البعير جعل ركبته الشريفة عليه السلام متكأ لها، أي تعامل وأي حب ذاك الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن الأخطب هو أحد سادات اليهود، كيف تزوج بها ابتداء رسول الله وكيف نفهم هذا التعامل يا دكتور؟ طبعا هي من أمهات المؤمنين، أمنا السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها، هي طبعا قصتها عجيبة. في الأول كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت في سهم لدحية الكلبي، وكان من كبار الصحابة رضي الله عليهم، فأحد الصحابة قال يا رسول الله هي أنت أولى بها بحكم مقامها من أهلها وقومها وجدها سيدنا هارون عليه السلام هي، وبعدين بين الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار السيدة حفصة وعائشة قالوا نحن أعز عند رسول الله من صفية بحكم نحن أزواجها ونحن بنات عمة، فأخبرت الرسول بذلك فقال لها كيف تكون أنت، فالرسول صلى الله عليه وسلم لقنها الإجابة والحجة وقال لها وكيف قولي لهم كيف تكونوا أنتم وأنا زوجي نبي وأبي هارون نبي وعمي موسى عليه السلام.
فحاججتهم هنا بهذه الحجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل أخذ بقول هذا الصحابي وأخذ صفية وعرض عليها أن يحتقها ويتزوجها وتكون من أمهات المؤمنين. وهي رأت في المنام قالت ابن أبي الحقيق كان زوجها. نعم. وهي وقعت في الـ في الـ في, الـ في الأصل في حصن القاموس أحد الحصون اللي هو حصن بني في خيبة. فرأت وهي قالت كنت رأسي في على حظ في نايمة على وهي في المنام شافت أن قمر وقع في حجرها فحكت ذلك لابن أبي الحقيق اللي هو زوجها فلطمها على وجهها فأصبحت في علامة على وجهها. الرسول صلى الله عليه وسلم سألها عن هذا أثر الضرب على وجهها. نعم. فقالت أنا رأيت رؤيا أن قمر وقع في حجري. فأولها ابن أبي الحقيق قال تتمنين ملك يثرب، يعني هو أولها أنها سوف تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق. فسبحان الله هذه المرأة الصالحة من أمهات المؤمنين. نعم. يعني كيف من الله عليها، يعني أبوها حيي بن أخطب وزوجها ابن أبي الحقيق ومع هذا أراد الله لها الهداية فأصبحت من أمهات المؤمنين وزوجة النبي وأكرمها الله سبحانه وتعالى بالإيمان وأصبح رسول الله أحب إليها من والدها ومن قومها ومن زوجها. علامات الإيمان لما تتغلغل في النفوس. طبعا هذا الزواج له أهداف، من هذه الأهداف الرسول صلى الله عليه وسلم رأفة وشفقة بهذه المرأة العزيزة في قومها ذات النسب وذات الحسب حتى لا تفترش لرجل آخر لا يعرف قدرها. هذا من الحكمة. ومن الحكمة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد كسر كيد ومكر اليهود وأن تكون لعل هذا النسب المصاهرة سبب في دخولهم للإسلام والانقياد لدين الله سبحانه وتعالى. وهذه بقت أمهات المؤمنين السيدة الصفية، يقال أنها توفت في عام 50 الهجري في عهد سيدنا معاوية وبعضهم يقول في عام 52. وكان في عهد سيدنا عمر اشتكت الجارية إلى سيدنا عمر قالت أن صفية تحب يوم السبت وتصل اليهود. فسيدنا عمر رضي الله عنه رضاه وسأل إليها وسألها فقالت ما أحب السبت بعدما أبدلني الله بالجمعة. نعم. واليهود لي في أرحام فأصلها. فقبل منها قولها سيدنا عمر رضي الله عنها وأرضاها. وسألت الجارية ما الذي دعاك إلى هذا الفعل؟ قالت الشيطان. فاعتقتها لوجه الله. وكان في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالرغم من أنها وشت ويعني كادت أن تكيد بها عند سيدنا عمر إلا أنها تعاملت معها برأفة ورحمة. يعني سبحان الله، يعني تأثرت بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تأثر هائل وعظيم. وكانت تتمنى المرض اللي بالنبي بها هي وأن يشفي الله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولوددت الذي بك بي قالت. فتغامزنا أمهات المؤمنين فالرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك التغامز فقال مضمضنا مما قلتن بسبب والله إنها لصادقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما هي قالت والله لوددت الذي بك بي، فأمهات المؤمنين والغيرة وهذه الأشياء نعم هي شيء متأصل يعني في النساء حتى وإن كنا أمهات المؤمنين وزوجات نبي الله صلى الله عليه وسلم. طبيعي هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب على الرجال كيفية التعامل، يعني الحكمة في التعامل والذكاء في التعامل مع يعني مع هكذا خواطر. قال مضمضنا فقلنا من أي شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام تغامزكن. شاف النبي عليه الصلاة والسلام والله إنها لصادقة. وهذا وسام للسيدة صفية من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. وكان لما بنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ست أميال من خيبة رفضت، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم شيء في نفسه. وبعدين بعد ما تبعد عن المنطقة وجهزتها أم سليم للرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك قالت إنك كنت قريب من اليهود خشيت من غدر اليهود. فزاد مقامها عند النبي وعظمت في نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم دكتور، بهذه القصة نختم حلقتنا لهذا اليوم على أن نعود بإذن الله الحلقة القادمة في موضوع دعوة الملوك والأمراء وقصة الشاة المسمومة قبل ذلك، وأيضا الأحكام الفقهية التي تم النص عليها في غزوة خيبر، والهدف من بعث
السرايا إلى فيافي الصحراء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لك الدكتور علي الصلابي، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كنت معي ضيفا في هذه الحلقة، على أن نلتقي الحلقة القادمة بحول الله. أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين، سنلتقي بحول الله في حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية في موسمه الثالث. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.